طيب نبدا بقى اخبارنا الحلوه زي ما بنقول كده، وهنهني نفسنا وهنهني كل الاهلاويه على انجاز جديد او جايزه جديده. النهارده بنقول ان الكيان الكبير كيان نادي الاهلي وقناه الاهلي طبعا بنقول مبروك بمناسبه حصول الاهلي على جايزه نجم العرب، ده كان كافضل قناه رياضيه، وهو المهرجان السنوي لمجله وات هابنز. المجله دي بتصدر عن شركه مصريه بتضم ثلاث اقسام رئيسيه، مجله ماذا يحدث، مهرجان ما يحدث، ومجله العلاقات العامه ماذا يحدث. هي كده، هي متقسمه كده، هي مجله كمان نمط الحياه الورقيه ومجله فنيه وسياحيه بتصدر باللغه الانجليزيه، وكل هي بتصدر كل شهرين. ومهرجان وات هابنز ده هو احتفال سنوي بيقام في دوله عربيه مختلفه كل سنه لتكريم بقى الفنانين والاعلاميين المصريين الناجحين والمتميزين، على اساس هنا كمان تصويت الجمهور مش بس المصري او دوله معينه، لا العربي من كل الوطن العربي طبعا بمصر. فحاجه جميله جدا، واحنا بنتكلم ان برضو احنا بنشهد جوائز اخرى او يعني بطولات اخرى بيحققها النادي الاهلي، كلنا بنفخر ان احنا بننتمي لهذا الكيان. بجد مبروك عليكم، واحنا يعني كل يوم اهو بنسعد، فدي حاجه جميله. ولسه معانا على فكره اخبار حلوه تانيه، يعني بتبقى دايما جميله جدا مساله الاستفتاءات، لما يكون استفتاء بناء على تقييم وعلى راي وعلى وجهه نظر الجمهور. صح. والاحلى والاحلى لما يكون الجمهور ده زي ما انت بتقولي كده مش مجرد مصري، ده مصري وعربي وخليجي. يعني الحمد لله رب العالمين اثبات جديد ودليل جديد بنتاكد من خلاله ان قناه النادي الاهلي قناه متشافه كويس جدا، قناه متقدره ومتقيمه تقييم عالي جدا. فطبعا بنتقدم بكل الشكر لكل القائمين على قناه الاهلي. استاذ محمد كامل طبعا مليون مبروك، كل الشكر لشركه لايف اللي بتدير قناة النادي الاهلي وبتدير النجاحات اللي بتحققها قناه النادي الاهلي. الشكر للاستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركه لايف، الشكر للاستاذ ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي، والاستاذ باسم عزمي، وطبعا المجهود اللي هم عمالين يعملوه كل لحظه مش كل يوم والتاني، قايمين بيه على اكمل وجه الحقيقه طول الفتره اللي فاتت. كل الشكر لكل الزملاء والزميلات المذيعين والمعدين وكل العاملين باختصار في القناه على كل المجهودات الكبيره اللي بيقوموا بيها عشان نقدر الحمد لله رب العالمين يعني نحقق هذا القدر وهذا الكم من النجاحات. فمليون مبروك للكل. يعني مره ثانيه اكيد احنا سعداء ان احنا في خلال يعني تقريبا احنا بقالنا خمس او ست شهور، اقل من خمس شهور تقريبا بس الواحد يبقى برضو جزء من نجاح بهذا الشكل في فتره كمان صغيره بعد التحديث اللي حصل، فاعتقد دي حاجه محترمه جدا. وزي ما كريم قال وانا هاكد هذا الكلام، ويمكن ده الكلام اللي احنا قلناه في افتتاح او في الحفله الافتتاحيه بتاعه القناه اصلا لما كنا مع حضراتكم، وقلنا ان من اصغر واحد فعلا لاكبر واحد في القناه بيحاول احنا نشتغل كروح واحده، يعني روح النادي الاهلي موجوده كمان في قناه الاهلي، دي حاجه ما فيش فيها كلام حقيقي. خلينا نروح نتابع بقى الفيديو ده ونرجع نكمل مع يزود من افراحنا فعلا. افضل نادي وافضل قناه الحمد لله رب العالمين ان احنا نوصل لهذا المستوى، يا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم كده ونحافظ على هذا المستوى ونتحسن كمان. يعني زي ما حضراتكم شفتوا الاستاذ محمود عدلي هو اللي كان بيتسلم الجائزه، وكان موجود طبعا استاذ ايهاب الخطيب واستاذ باسم عزمي، يعني كلها قامات كبيره في القناه حقيقي، يعني وده كلام مش مجاملات والله العظيم، فعلا دايما بيكونوا حريصين ان احنا نشتغل في جو كمان مريح، يعني مش فكر بس يقدم لك محتوى او يساعدك فنيا، لا كمان نفسيا بيحاول ان هو يساعدك. فاكر ما كنا بنتكلم على الشق النفسي؟ ايوه صحيح. وبعدين الجمله اللي قالتها الزميله مقدمه الحفله انا سمعتها قبل كده كذا مره في زمن قياسي، اللي هو قناه النادي الاهلي احسن قناه رياضيه، الجمله متكرره يعني. يا رب دايما يا رب دايما فعلا. ومليون مبروك لكل القائمين ولكل الزملاء في قناه النادي الاهلي.